علاش لا، ما فكرتش فيها، ولكن انا ديجا عندي ديال الاهلي المغاربه ليتس جو مراكو، كنت درتها في الكاس افريقيا وعندي ان شاء الله غادي نغني غدا باش يكون عندنا كذلك انا والمغاربه اللي موجودين والرباطيين اللي موجودين غدا معنا كلهم يغنيوا على المغاربه، لان كنا عندنا امل ان شاء الله ان المغرب يعني يمشي بعيد ان شاء الله هذه المره. هذه فرقة جميلة متكاملة، وحنا مورا الفريق ديالنا، وان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله غادي نكون انا في قطر نشجعهم بنفسي ان شاء الله. تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارطاجيو هذا الفيديو مع اصحابكم، وما تنساوش ديروا جيم الموقع احاطه على شبكات التواصل الاجتماعي.